عايزين نفهم، عايزين نفهم الدوري ده ماشي ازاي. يعني مفترض ان الاهلي كان خسران في القمه ويرجع يصالح جمهوره بقى ويلعب جيم ممتاز قدام الجونه ويكسب سكور، ما حصلش. قلنا الزمالك كسبان الاهلي وفي روح ويلا يا جماعه نحافظ على الزخم اللي احنا فيه. نزلت لقيت عماد النحاس بيفاجئك وعايز يمسك الكوره وبيضغط عليك ضغط عالي والكوره في ملعبك. المشكله مش ان عماد النحاس كان عايز يستلم كوره ويلعب كوره من رجل لرجل، المشكله ان لعيبتك ما كانتش بتحاول تضغط اساسا. يعني الكره الوحيده اللي الزمالك ضغط فيها في الشوط الاول حرفيا هي ضغطه بين شرقي على فادي نجاح في ضربه في الكره اللي طرد فيها فادي، انما غير كده الزمالك سامي المقاولين يباصي وكره من رجل لرجل عادي والدنيا بالنسبه لهم زي الفل، وسيف الدين الجزيري يلعب للراجل الكولومبي والراجل الكولومبي يستلمها غلط بس تفرج فرج ربنا معاه ان ابو جبل طلع غلط ويلا الهدف الاول. يلا الزمالك بيجري ورا الجيم بقى، الزمالك بيجري ورا الجيم، المقاولين بيحب يمسك الكوره في نص الملعب، عنده نص ملعب حلو، محمد مجلي عمل جيم عالمي، ابراهيم صلاح برده عمل جيم عالمي، احمد الشامي عمل جيم ممتاز جدا، اول 25 دقيقه المقاولين العرب كان عامل شغل ممتاز جدا وشغل روعه جوه الملعب لحد ما قرر كابتن فادي نجاح ان هو انا عايز ابني من تحت. اللي هو يا ابني انت بتعرف تبني من تحت يا ابني، هو في مدافع في الدوري المصري بيعرف يبني من تحت وعليه ضغط، ضغط عليه من شرقي غلطه طرد. يلا بقى الماتش سالك اهو، الماتش جالك على وش رجلك يا عم جلترون، ودي بقى بالنسبه لك سهله، الزمالك بقى يلعب اللي هو عايزه ويعمل بالاسلوب اللي هو عايزه خلاص، بنلعب قدام 10 و75 دقيقه والدنيا تكون بالنسبه لنا سهله ان احنا نجيب جونين. لا ما انا ما قلتلكش بقى على مشكله شكل الزمالك، والزمالك معاه الكوره، الزمالك ومعاه هو معاه الكوره عنده مشكله في نص الملعب، عنده مشكله في نص الملعب في ايه؟ والله فرجاني بيلعب بشوكه والسكينه شويه يعني معلش، يعني هو هيتمشى شويه في نص الملعب وهيحاول ان هو يعني باقل مجهود بقى، انت عارف ان الراجل يعني بسم الله ما شاء الله من ساعه حمد النجاز مشي هو ده الوضع بالنسبه له الطبيعي، لكن يعني لما بيكون ليه مزاج في يلعب في ماتشات كبيره بيلعب، لما ما يكونش ليه مزاج خلاص بقى انا بلعب على يعني على قد ما انا ليه مزاج، ومع ذلك هكون احسن من لعيبه كتيره جدا في المكان ده. المشكله بقى بالنسبه لاوباما اللي فجاه بقى كابتن فرقه بعد ما حازم اتغير، وتغيير حازم دي برده كانت مشكله، لان حازم امام برغم كل المشاكل اللي عنده ناحيه اليمين هو افضل بكتير قوي من عبد الغني، لان عبد الغني دي فكره مش عارف مين اللي اوحى لكالترون ان عبد الغني ممكن يلعب باك يمين. يعني الراجل اساسا بيوقف كوره بالعافيه، الراجل مساك، ما حدش طالب منه انك تلعب كروسات، ما حدش طالب منه تعمل زياده هجوميه لان الموضوع عادي، فمفترض انك ترمي التقل كله على مين؟ على ناحيه الشمال، ما هو ناحيه الشمال كان فيها عبد الله جمعه، وعبد الله جمعه ما بيلعبش علشان عبد الشافي كان بيلعب اساسي مصاب، فدي مشكله انك الطرفين اتضربوا بالنار، فمفترض انك كنت تستنى الفرج من الناحيه دي بن شرقي يغطي على عبد الله والناحيه الثانيه احمد سيد زيزو يشيل الناحيه لوحده علشان خاطر اللي بيلعب جنبه مساك، احمد سيد زيزو صعب ان هو يشيل الناحيه دي لوحده، فيلا بقى هنعمل ايه بقى؟ الزمالك بيعك، الشوط الاول فيه عك كتير، حتى لما الراجل اتغير وحتى لما الفرقه لعبت ب 10 برضه الزمالك بيعك، الشوط الثاني بدانا مفترض بقى اللعيبه خدت لها كلمتين في العظم، ومفترض بقى يا جماعه فوقوا شويه، ما ينفعش انك تبقى خسران قدام المقاولين، والاسبوع اللي فات كنت كسبان قدام الاهلي، ما ينفعش حتى الشكل العام وحش ومش حلو، فيلا يا جماعه ننزل وندي المقاولين اثنين وثلاثه وكلام ده، نزلنا الملعب يلا يا جماعه هنعمل ايه؟ والله كابتن حازم كان بيقول جمله حلوه، لو فرجاني واوباما واحمد سيد زيزو مستواهم عالي الشوط الثاني الزمالك هيكسب، مستواهم عالي؟ مستواهم عالي بص تغيير كالترون دي فيها قلب بصراحه ربنا، الراجل عنده قلب ان هو يشيل فرجاني ويشيل اوباما، دي فكره بصراحه تقعد تسقف له عليها 10 دقائق، بس بعد ما ال 10 دقائق عدوا يا اسطى هو مين اللي هيلاعب الناس اللي نزلت طيب؟ مين اللي هيلاعب كوناج من ناحيه من ناحيه اليمين، ومين اللي هيلاعب كاسونجو ناحيه اللي هو كاسونجو من ناحيه ازاي اساسا؟ كاسونجو ممكن يكون بيضم مهاجم تاني من ناحيه الشمال جنب احمد سيد زيزو وعبد الله جمعه بيجي من وراهم، اللي هو التجربه دي فشلت 7000 مره، بتحط كاسونجو بيجي من ناحيه الشمال اللي هو في ايه يا عم الحاج؟ في ايه طيب؟ يعني الراجل كمهاجم صريح كان عنده مشاكل، فما بالك بقى لما يجي من ناحيه الشمال؟ بس عادي قلنا عادي والحياه حلوه وبيس، وزي ما قلت لك ان سقفنا شويه بعد التغيير، بعد كده مين اللي هيلعب الفرقه لحد ما الكوره بيقدر بن شرقي بهدف علامه وتصويبه عالميا ان هو يحرز التعادل. يلا يا جماعه بقى في 25 دقيقه بقى يعني نجيب الجول تاني، والدنيا بالنسبه لنا تكون سالكه والموضوع سهل وعادي، واعلام مش هيقدر يقول اي حاجه على ده اللي حصل في الشوط الاول. لا ما هو مؤاخذه احنا مش كسبنا الاهلي، انت عايزنا نكسب الاهلي ونيجي نكسب الماتش اللي بعديه؟ التاريخ ما ينفعش ان هو يقول كده، عادي التاريخ ينفع يقول ان هو الزمالك كسب الاهلي وجي بعدها خسر 3 نقط قدام المقاولين العرب، اللي هو ما بيكسبش الزمالك يجي من 5 6 7 8 سنين، بس عادي يكسب الزمالك دلوقتي بعد ما مفترض ان الفرقه جايه من نشوه وجايه من فرحه، اللي هو يا جماعه يخرب بيت ام الكتالوجات اللي بتحصل عندنا في مصر. والمشكله في ايه في الجون؟ يعني المشكله في ايه بقى؟ ان يعني نص الملعب لعيبه المقاولين ما كانتش شايفاها الشوط الثاني، لما وصلوا لحد نص الملعب اول كره اتشاطت تصويبه وحشه جدا، تصويبه من محمد سالم سيئه وزي الزفت، تيجي ايه بقى؟ خبطه في الوش وتروح للراجل محمد عادل يجي هو بالزمالك اتغلب.
في يعني هو المقاولين ما كانش يستاهل يكسب والزمالك ما كانش يستاهل يكسب، فما تفهمش برضه الكتالوجات اللي كانت بتحصل. لما كنا بنقول يا جماعه الزمالك عنده مشكله وهو معاه كوره ما بيعرفش يلعب علشان خاطر يخلق فرص، ودي حاجه مش عيب. قول لكم ان صوره شاير بيكسب كل الفرق في انجلترا كده، يجي يلعب قدام فرق كبيره زون ديفنس ويلعب على المرتدات وبيديهم على عينيهم، يجي يلعب قدام فرق ضعيفه في الجدول وعندها مشاكل يقلب بطه بلدي. فعادي يا معلم، في مدربين كده عندهم افكار ان احنا بنعرف نلعب كرد فعل ما بنعرفش نلعب كفعل. كالترون الناس دي ما بيعرفش يلعب كفعل، كالترون عنده مشاكل في ان هو يلعب كفعل، ما عندوش افكار هجوميه، ما عندوش جمل هجوميه تطلع الفرقه من المشاكل اللي موجوده دفاعيا. والحاجه دي مش جديده على كالترون، كالترون كان بيعمل كده في الاهلي برده الماتشات اللي كان بيبقى معقربه ومفترض ان الاهلي يستحوذ على الكوره كان بيبقى برده بيواجه مشاكل في خلق فرص. فالمشكله دي موجوده عند باتنس كالترون. بس لو قلت الكلام ده على كالترون وكسبان الاهلي الاسبوع اللي فات يا نهار اسود طوب الارض يقعد يخبط فيك. بس والله يا ابني هي دي الحقيقه. اتفرج على باتنس كالترون بيلعب قدام اي فرقه سايبه له كوره مش هيعرف يعمل اي حاجه غير ان احنا هنطول ومصطفى يسند اللي تحتيه واللي تحتيه بس على الطرف والطرف يلعب عرضه لمصطفى. بس هو ده الشغل اللي بيعمله باتنس كالترون جوه الفرقه. الا بقى لما فرجاني بيكون ليه مزاج بيلعب الموضوع بيفرق، الا لما بن شرقي بيكون في يومه وبيكون موافق الموضوع بيفرق، الا لما قناش بيكون موافق. انما الشغل التكتيكي في الحاله الهجوميه والزمالك معاه كوره ما احبوش، مش بتاع كالترون خالص. بص انا خلص معاك الفيديو على كده واقول لك هارد لك على ثلاث نقط اللي راحوا، واقول لك يا معلم انت سيء الحظ والموضوع بالنسبه لك زي الزفت. بس اقول لك حاجه ما تزعلش قوي، عادي انت سخنت حوار المركز الثاني وان انت لسه ليك ماتش مع بيراميدز بعد ام بي، والدنيا بالنسبه لك يعني ما ضاعتش، بس هي يعني جرس انذار بيقول لك ان انت عندك مشاكل في الاطراف، لازم تجيب باك يمين محترم وتجيب باك يمين ثاني احتياطي ليه بما انك هتطير حازم السنه الجايه، لان حازم ما ينفعش يكمل. ولازم كمان تدور على باك شمال بجد، فكره ان ترجع عبد الله تاني دي محتاجه وقت، واظن انت مش هتصبر. انا عارف انك مش هتصبر واكيد ما صبرتش معايا 7 دقايق، بس اعمل لك ايه؟ هارد لك.